مساء الخير، كيفكم؟ انا عم بدخن في ماكينة فوبو، حاطت لها كويل 0.8 على سولت نيكوتين 25، اسوأ كويل ممكن ينحط. الكويل تبع السولت نيكوتين 25 ينحط 1.0/2، احسن اشي ممكن يجيب لك الطعم. غير هيك بطلع لك دخنة كثير قوية، بس طعم الجوس بيروح. فعشان هيك نصيحة، لا تنزل مقاومات الأوم تاع الكويلات، يعني لا تجيب أرقام قليلة، يعني 1/2 للفوبو كثير نظيف. هذه نصيحة للي بيشتروا كويلات وحابين يجربوا. هذا الكويل اللي أنا حاطه 0.8 للسولت نيكوتين، يعني بصراحة بطلع لك دخنة كويسة، بس الفليفر تاع الجوس ما رح يطلع معك صح. فحسب الخبرة أنا بقولكم إنه 1/2 أنضف إشي للسولت نيكوتين للي بدخن سولت. يعني زي ما حكيت لكم دخنته كثير حلوة، 0.8 طلع لك دخنة صح، يعني حتى لو سولت بدخنها كسحبة سيجارة. بس طعم ما في، يعني كل جديد تحسه خربان، دخنة. فالسولت نيكوتين اللي بدخن 25 يحط 1/2، هذا أفضل كويل ممكن ينحط. الفوبو الدراك والأرغوس، اختيار الكويل المناسب بيعتمد على نوعية الجوس، إذا كان سولت نيكوتين ولا فري بيس تبع الأرجيلة، قديش عيار النيكوتين في هاي وقديش عيار النيكوتين في هاي. كل كويل له سماكة معينة حسب الرقم، بناء عليه أنت بتختار الكويل تبعك. وشغلة صغيرة أخيرة، إذا بتدعمني بهيك مواضيع أحكي فيها أو إذا عندك أي ملاحظة حط لي إياها في كومنت. اشترك في القناة مشان تشوف أي فيديوهات جديدة رح أحكي بهيك مواضيع إذا إلك مصلحة بهيك الشغلات. أشوفكم على خير، تنساش تعملي لايك لهذا الفيديو واشترك للقناة. سلام.